ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض جولة في المطبخ عندي، وهوريكم كل الدواليب وكل الدولاب فيها ايه، وهنرتبها وننظمها ازاي مع بعض عشان خاطر العيد. وعارفة ان انا متأخرة عليكم شوية، وفي قعدت اسبوع كده ما بنزلش اي فيديوهات خالص، بس الحقيقة ان انا كنت تعبانة جدا جدا جدا، واعتقد ان لسه صوتي باين عليه ان انا تعبانة، فمعلش بقى حقكم عليا في التأخير. وتعالوا كده نبدأ مع بعض. بصوا، هي الدواليب عندي اول حاجة مترتبة ترتيب كان كروكي كده، فاتبهدلت مني بسرعة، فهنرتبها مع بعض وهوريكم المطبخ كله بالتقسيمة بتاعته عاملة ازاي، وازاي هرتبه وهنظمه في وقت قليل جدا. فتعالوا بقى نبدأ مع بعض من الاول خالص. انا الدولاب ده هنزله كله على البار، وهبتدي ارتبه حاجة حاجة. هنطلع كل حاجة كده بسرعة مع بعض موجودة في الدولاب، من براد، كوبايات، مجات، بلاستيكات، حلل، بايركس، كل حاجة. هنا برضو الكوبايات بتاعت الايس كريم دي حلوة جدا، الحلل كده كله حاجات بتطلع اهي بسرعة بسرعة، الشفاشق، الازاز بتاعت العصاير، الطواجن، البايركس، كل حاجة هنطلعها. هبتدي انظف الدولاب كويس قوي وارجع افرش المفارش تاني بتاعته. الخلاطات والكبة والهاند بلندر كل ده بطلعه برا، الصواني، البايركس كله طلعته برا. هاخد الدولاب كده تلميعة حلوة، دي بقى الصواني. الطبق ده حلو قوي يا جماعة، اللي هو متقسم ممكن تعملوا فيه فطار. بصوا دي الصواني كمان بتاعتي، ممكن تعملوا فيه فطار او كده يبقى حلو قوي، وممكن تعملوا فيه مكسرات. ده بقى النص التاني من الدولاب من تحت. الباسكت ده انا حاطه فيه كميه شنط كتيره قوي، هنا فيه بلاستيكات والحلل والصواني بتاعت البيتزا، طواجن وعلب الفيس ماسك. هطلع كل ده برضو بره وهبدأ ارتب من الاول. دايما بخلي في الدولاب ده كل حاجة قريبة من ايدي، كل حاجة بحب استخدمها باستمرار. اي حاجة انا ما بستخدمهاش بشيلها في الدولاب او في البوفيه، الرفوف بتاعة البوفيه، علشان خاطر ما تبقاش عاملة زحمة عندي في المطبخ او في التواليب. كل المجات دي والكوبايات والمجات الحراري كل ده انا بستخدمه على طول، كوبايات البيبسي والكوبايات بتاعت ايكيا، دول انا بستخدمهم باستمرار، فهحطهم معايا على الدولاب. البراد بتاع الشاي، البولات بتاعت الشوربة، تمام، والبراد كمان بتاع الشاي البايركس، والبراد التاني هوريهولكوا دلوقتي. وادي كده رف يعتبر ان هو خلص، والدورق بتاع العصير الازاز بحبه قوي برضو. بصوا كده الشكل. طيب نبدأ بقى الناحية التانية. هنا الطواجن البايركس، وحط برضو الكوبايات بتاعت الايس كريم والدورق الازاز التاني، والحاجات بقى التانية البلاستيك اللي هي العلب او العلب بتاعت التلاجة البلاستيك، وبتاعت الايس كريم اللي انا اشتريتهم قبل كده من ايكيا، واللي هتشوفوه دلوقتي اول واحد ده بتاع الايس كريم ده انا كنت شارياه من كاندي شوب بتاع الشوكولاتة، وده كنت شارياه من ايكيا. بصراحه الاثنين تحفه، الاثنين حلوين قوي، الاثنين سعرهم مناسب قوي. العلب بتاعت التلاجه، البولات بقى الكبيره، وعلب الميكرويف، ازازه توبر وير بتاعت العصير او اللبن بتحفظوا فيه بتبقى حلوه قوي. ده البراد اللي بقولكوا عليه، ساعات برضو كتير بحب اشرب فيه شاي.
هو واللي ورا. طيب نيجي بقى للحلل. حطيت كل الحلل الستانلس على جنب والغطيان بتاعتها واللبانة وكل حاجة، وادي الحلتين السيراميك اللي انا بستخدمهم. بقيت الحلل بقى اللي انا ما بستخدمهمش اللي هي احجامها كبيرة هوريكم انا بحطها فين. بصوا كده الشكل عامل ازاي، الحلل كلها مع بعض. حطيت كمان الستاند بتاع الكنكة. خلاص كده الرف ده خلص. بصوا الشكل كده بقى عامل ازاي، بقى اروق اكتر شكله احلى. دي الغطيان بتاعت العلب. كده خلصنا 3 رفوف. نيجي بقى على الرف الرابع، بحط فيه الادوات الكهربائية علشان تبقى قريبة من ايدي واخدها على طول. الكبة، الخلاط، هاند بلندر، حطيت بقى بخاخة وعلبة صغيرة والرول الأكياس بتاعة الفريزر، وبحط الطواجن الفخار، وهناك كده حاطه المطحنة بتاعة السكر، البودرة بتاعة الخلاط، حط بقية الطواجن. عمالة نازلة طالعة اجيب الطواجن، كنت حاطاهم في الأرض. انا كنت مصوره الفيديو ده قبل العيد وحرفيا ما كنتش عارفه احط عليه اوفر فويس من كتر ما كان صوتي رايح. فاول ما خفيت الحمد لله ابتدى صوتي يرجع شويه كده، بدات بقى ان انا اعمل لكم عليه اوفر فويس عشان انزله لكم. بصوا الشكل كده بقى اروق ازاي. حطيت فوق الصواني البايركس والطاسه والجريل والطبق اللي هو فيه اكتر من خانه. ننزل بقى للي تحت. بصوا عملت ايه، برضو نظمته، واللي جوه خالص جوه ورا الفيس ماسك العلب الاطباق الفويل، وحطيت على الشمال البلاستيكات برضو، والاسود ده الكيس اللي فيه ستريتش اللي هو البلاستيك فيلم مع معالق البلاستيك والحاجات دي، عشان لما تبقي عاملة اكل او هتوزعي حاجة او حاجة تبقي ايه كله كله في حتة واحدة كده متشالك على جنب، المعالق البلاستيك والستريتش والاطباق الفويل. وهنا بقى فوق حطيت طبق البيتزا، وكده يعتبر الضلفه دي كلها خلصت. شلت الصينيه كانت تحت حطيتها فوق. بس كده نخش بقى نكمل ترويق في الادراج. انا عندي 4 ادراج مقسماهم تقسيمه لطيفه. برضو لو حد عنده افكار لتقسيمه الادراج يقولي. نبدأ بآخر درج ولا نبدأ بأول درج؟ لا نبدأ بأول درج. تعالوا، زي ما انتوا عارفين ان انا بعشق اللون البينك، فهتلاقوا حاجات كتير قوي لونها بينك. هنا بقى بنظم المعالق والسكاكين والشوك، الشوك الصغيرة والمعالق الصغيرة، المقص والسكاكين الكبيرة، المبشرة، مضرب النسكافيه، عصارة الليمون، الويسك او المضارب، الستانلس والسيليكون والبلاستيك، سكينة الليفت، معالق الخشب، سبيتشلا كتير جدا، فرش سيليكون، مبشرة التوم، عندي اكتر من واحدة بشكل مختلف. بس كده ده الدرج الاولاني. الدرج التاني بحط فيه المصافي ومانع الطرطشه اللي قلت لكم عليه اللي بيتحط على طازه الزيت، والبلابل بتاعه كيس الحلواني،
اكياس الشاليمو، النشابة، حاطة التوث بيك العلبة بتاعتها، حاطة مضرب نسكافيه تاني، مبشرة بطاطس ما استعملتهاش، هنا حاطة شوية بلاستيكات صغيرة بستعملها دايما وانا واقفة على الحوض، حاطة الكوسترات السيليكون دي، معالق بلاستيك كتير سايباها في الكفرات بتاعتها، قالب الكب كيك الورق بتاع الكب كيك، اكياس الحلواني، وحاطة من هنا تحت الكوسترات كيس كده بتاع سلك مواعين. وهنا اخر درج حاطه فيه الفوط بتاعت المطبخ كلها بالاحجام الكبيره والصغيره. بصوا الالوان اللي عندي شكلها عامل ازاي، كحلي واخضر بينك وبيج واحمر ولبني واخضر واصفر وبني، يعني مش جايبه الوان كلها شبه بعض، بس بحب الالوان دي جدا في فوط المطبخ. وحاطه كمان في الدرج بتاع الفوط السكوتش برايت الليف بتاع المواعين، وحاطه فوط صغيره بستخدمها في الحوض، وحاطه شنطه كده فيها جرايد عشان لما احب المع الازاز او المرايات. بس كده ده الدرج الرابع، تعالوا نكمل. هنا بقى الضلفه اللي جنب البوتاجاز انا حاطه فيها ايه، هقول لكم. الاول انا حاطه على البار هنا على الترابيزه الطقم التوزيع، وحاطه 2 منظم من اللي هي المنظمات بتوع رنين بيتباعوا دلوقتي في حتت كتير قوي، نعدل بس البطوطه، وحاطه المناديل بتاعت المطبخ هنا في 3 برطمانات، واحد حاطه فيه ملح، واحد حاطه فيه سكر، واحد حاطه فيه لبن بودره، هنا حاطه زيت وخل ومطحنه الفلفل الاسود. هنا بقى حاطه التوابل وحطها زي ما انتوا شايفين كده عينات صغيره او كميات صغيره جدا، استهلاك يعني اسبوعي او اسبوعين بالكتير، والباقي كله التوابل بشيلها في التلاجة. هي دي المرمرية يا جماعة اللي انا قلت لكم عليها في الشاي، بتتجمن عند الحط العطار بتحط في الشاي بتبقى حلوة جدا. هنا الفشار حتى وراه البرطمانات الصغيرة دي فيها قرفة، ده نعناع مجفف، وده كاكاو خام بتاع الحلويات، وده روزماري، وده عدس نشا، كاكاو ده زعتر سوري بالسمسم، وده كاكاو بس فاتح بتاع الشرب قرب يخلص، وسمسم، بابريكا بقى ده نشا برضو، ده سمسم اسمه ايه، الزبيب، توم باودر، بصل باودر، كزبرة وكاري وكركم، التوابل المتعارف عليها في الأكل يعني. ودي توابل البطاطس بستخدمها في البطاطس المقلية، وساعات بعمل بيها الفشار. هنا من تحت بقى حاطة القهوة، وحاطة كمان كل الحاجات بتاعت الكيكة، الفانيليا والكيك شيف والبيكنج باودر، حتى السكر، الرز، الشاي، علب الايس كريم او الجيلي، علبة نشا تحت خالص، والرز والمكرونات والعدس والاندومي والتونة، كل المعلبات او الاكياس دي حطاها من تحت، لسان العصفور، كل الكلام ده. حتى هنا النسكافيه الجولد بيحبه جوزي وانا بحب الكلاسيك، فالمنظمات دي حلوة قوي يا جماعة بجد. هنا بقى في الدرفة دي انا حاطة فيها بس برطمانات، تعتبر اغلبيتها برطمانات، واشارة البطاطس ومنظمات وعلب الفشار والبخور وشنطة فحم صغيرة، هوريكم بقى دلوقتي هظبطها معاكم ازاي.
ده بقى شكلها، ظبطت كل حاجة وحطيت ظبطت كل حاجة وحطيت كمان البخور في البرطمان ده، حطيت كل انواع البخور اللي عندي، عملتها ميكس على بعض وحطيتها في البرطمان ده، وشكلها بقى حلو قوي. هنا بقى بتاعت البسكوت انا حاطه فيها الفحم وقفلته عشان ما يبهدلش الدنيا، ما كنت حاطه في شنطه الاول كان شكله وحش. بقى عندي الرف ده من فوق خالص بطول افتحه، بس مش بطول اقفله خالص، لازم اقف على كرسي. فهنا انا بحط فيه دايما الحلل الكبيره قوي اللي ما بستخدمهاش كتير، الا مثلا لو فيها عزومه او حاجه، فهو محطوط لوحده كده فوق، بحط فيه الحاجات اللي ما بستخدمهاش كتير. ودي شكلها جميل جدا ورقيقه قوي، هي قاعده لوحدها كده. تعالوا بقى ندخل على المطبقيه. بصوا ده شكل المطبقيه، حاطه فيها برضو الحاجات اللي بستخدمها باستمرار، الكوبايات الكبيره اللي بستخدمها باستمرار، مجات او كوبايات الشاي، والمعالق سوري الاطباق اللي بستخدمها يوميا. فده الشكل بتاعها، وده شكل المطبقيه اللي هي الحجم الكبير. بس كده ادي المطبقيه خلصت. طبعا هوريكم برضو الغساله والبوتاجاز، انا حطاهم جنب بعض، و جنب الغسالة حاطه العلبة البينك دي فيها الباودر بتاع المسحوق الغسالة، ووراها البرسيل الجل، حطاهم جنب الغسالة على طول. وده كده شكلهم، حاطه من فوق الاير فراير والساندويتش ميكر. وادي النور بتاع البار نورته. الكوفي كورنر اللي على جنب ده هو صغنون كده بس بحبه جدا، حاطه فيه مجات حلوه، وحاطه فيه الشاي والسكر والقهوه والنسكافيه. وادي البويلر تحت اهو الكاتل، وادي الركن بتاع المجات والسبرتايه والبخور. بس كده ايه رأيكم؟ عايزة برضو هنا اوريكم الصينية دي بتاعت الفطار، صينية كبيرة كنت جايباها من رويال هاوس. دي الفواطة او الشماعة اللي انا حاطة عليها الفوط بتاعت المطبخ، والماسك بتاع الفرن، وده الشفاط. انا عاملاه شفاط اكبر حجم الشفاطات، اكبر مقاس في الشفاطات كلها، ده الحجم الكبير، حلو جدا جدا علشان انا عاملاه كبير عشان خاطر المطبخ عندي مفتوح على الريسبشن، فعشان يبقى قوي. بصوا الفكرة بقى، دي عروة وزرار، وعملتها في الماسورة بتاعت الغاز، مديها شكل جميل جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تشتركوا وتحطوا لايك، واشوفكم في فيديو جديد، وباي باي.